في سياق منفصل وفي الشأن الثقافي، انطلقت أمس فعالية نسخة السنة الحالية من موسم زاوية آسا التي تنظم هذه السنة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية تنظم تحت شعار التراث الحضاري والروابط الروحية المغربية الإفريقية في خدمة القضية الوطنية والتنمية المستدامة. اليوم الافتتاحي تميز بإعطاء الانطلاقة لمعرض الصناعة التقليدية والمنتوجات الفلاحية، في المتابعة علي الكبش ومحمود الضويف. استعراض لإبداعات مختلفة باختلاف مجالاتها اختزلتها أروقة فضاء للمعروضات غداة موسم زاوية آسا الديني. عارضون اختاروا عوالم الصناعة التقليدية كفسحة للإبداع وصيانة كنوز خلفها لهم الأجداد في تيم تختلف من صانع لآخر، منها من حافظ على رونق الأصالة وبعضهم مزجها بطابع المعاصرة بغية تسويق ما جادت به الأنامل، مترجمة حصيلة مجهودات ذاتية بدعم من جهات مختلفة. جينا نشاركوا في المعارض، شاركنا بالجلد وجاية من الزاك، عمال تعصى الزاك. معرض زين تبارك الله، والله اللي زين، وهذا المنتج جانا عندنا الفضة وعندنا الاخوات اللي الشريعه وعندنا كل شيء، جميع المنتوج الصناعي الحمد لله عندنا. وذا المنتوج المنشور فيه كامل مولي تقليدي وزين، حالته صالحه. عندنا التيسوفر، عندنا الجمامي، عندنا اسرامه، عندنا الدبابيس، عندنا كل الجماء هذو البروتكليات، كل شيء عندنا تبارك الله. الى جانب المصنوعات الجلديه والحرفيه، اروقه اخرى اخذت من القطاع الفلاحي مجالا لها، مستعرضه على غرار سابقتها محصلة التعاونيات والتنظيمات المهنية الفاعلة في الميدان الفلاحي على صعيد جهة إقليم مسمرة أو القطب الفلاحي حسب المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، محطة مواتية للتسويق والتعريف بالخصوصيات المجالية للمنطقة والجهة، ناهيك عن الاحتكاك وأخذ التجربة. كنبغوا بحال هاد المعارض، بحال هاد المناسبات، يعني هي فرصة ثمينة للتسويق، وكنتمناو يعني تكرر ان شاء الله. كنديروا خماسي، كنديروا الثلاثي، كنديروا هذا، نديروا السفوف ديال طلح، نديروا ديال اجداري، نديروا العلك، نديروا التامات والمقلي وصناعه الاصدار المحليه، زينه في السكر وفي الكوليسترول وفي المعده، وزينه في الهضم. هون الدباغ الاجداري المنتوجات اللي كنتجو هو العسل الدغموس والطلح والاثل والعقايه والعسل ديال الشوك. معرض المنتوجات الفلاحيه والحرفيه التقليديه بات سنه مؤكده للتواصل مع الفاعلين في القطاعين ميدانيا خلال فعاليات موسم زاويه آسا الديني المنفتح هذه السنه على عمق القاره السمراء.